لترشدنا باست كلنا. حضرة الملك. هل تتلقينني؟ أسمعك بوضوح يا ملكي. لقد عطلت مسبار تحديد الموقع على النفاثة. لن تعلم شوري أنك تلحق بها. ممتاز. ستهبط في منطقة نائية غرب معبد أزوري لترعك باست. كانت هناك متدربة من دورا ميلاجي ترافق تقنيي شوري اسمها آيو. لم نسمع أخبارها ولم تكن موجودة في مقطع طلب المجنون للفدية. سأبحث عنها. شكرا لك أيها العزيز. المتعقب يعمل، لكن إشارة الأميرة ضعيفة. لابد أنها ذهبت إلى تحت الأرض من خلال ممر الكهف، باستثناء أن لدى كلو أفرادا لملاحقتها. هناك قوات منهم بينك وبينها. سأتولى الأمر. واكاندا للأبد. الخطة كما هي، اهزموهم. أرسلي فريقا لضمان أن رجال كلوي لن يلحقوا أدرارا دائمة بهذا الموقع الأثري. على تحدي فهد الأشجار ونباته.
الشفقة. لابد أنهم تعلموا أساليب القتال من كلو. هذا خطأ الأخير. هذه هي المجموعة التي كانت تلاحق الأميرة. ليس بعد الآن. سيدتي،
أوشكنا على الوصول للمعبد. سأعلمك عند ظهورنا من جديد. مفهوم. أعتقد أن بإمكانك إخبار الأميرة شوري بأنك كنت تلاحقها. أنت لست موافقاً على هذا القرار أم كل القرارات؟ يبدو أن لديك شيئاً لتقوله أيها الكابتن. كنت أظن أن الأميرة لديها خطة. وواجبي أن أضمن أن تلك الخطة لن تتسبب في مقتل أختي. هاي، لقد فهمت. أنا أريد أن يخرج الجميع بسلام فحسب. نحن على وفاق إذا. أوكويا، أخبريني بموقع شوري الحالي. لم تتحرك منذ دقائق قليلة. إنها تبعد 500 متر تقريباً عن المعبد. أهناك أي أثر لأيو؟ ليس بعد. اصبري أيتها العزيزة. لقد دخلت الأميرة يا ملكي. علم. ليس بعد أيها الفارس. عرف أننا سنأتي.
تعاملوا مع رجاله أولا. مجنون الباب. أعرف طريقا آخر للدخول. إلى أين؟ هناك مدخل آخر خلف المعبد. وصلنا. من المفترض أن يوجد هدف على ذلك العمود. الباب مفتوح. أخي، ماذا تفعل هنا؟ أوه، ظننت أنني أخبرتك بأن تأتي وحدك أيتها الأميرة. بسرعة، ادخلي. سمعت ذلك. لماذا أنت هنا؟ لم أتمكن من تركك للذهاب وحدك. ماذا لو عثرت على الفتاة قبل أن تصل إلي أيها الفهد؟
أخي، لا أصدق عدم ثقتك بي. لست الشخص الذي لا أثق به. أظن أنك مدعو إلى هذه الحفلة. دعهم وشأنهم. والدي أتى إلى بلدكم الجميل في طفولتي، وقد سمع عن الفايبرينيوم الغامض، وفي بدء الأمر أنصت الفهد الأسود إلى والدي وأراه واكاندا. حررهم. طلب والدي منه منحة لإنقاذ بلده الذي يحتضر، ولكن أخبره الفهد الأسود بأنه لا يملك فايبرينيوم ليعطيه إياه. لم يطلب ذلك والدك، لقد أمر به وهدد، وأجابه الحكيم أزوري بالرفض. أوه لا، لم يرفض فحسب سموك. لقد نحر عنق والدي وتركه ينزف على الأرض التي تقف عليها الآن. هذا الفهد كما سيحدث لك ولشعبك، لك ولشعبك. لا! أخي، ما هذا؟ كل شيء يهتز. أنهوا المهمة يا رفاعو. هذا المعتوه قتلهم وهرب. هو داعا. أيها الأمير الجميل، المكان بأكمله ينهار. شوري، أين أنت؟ أين أنت؟ هل عثرت عليهم؟ هذه إلى مكان آمن فحسب. Thank you.
أنا بخير. أوشكت على الخروج. شوري، أنا أتظنون أن الأمر قد انتهى. أحتاج إلى وسيلة لضمان نجاحي. أوكويه، نحن عائدون إلى المنزل. تحتاج أختي إلى رعاية طبية. حسناً أيها العزيز، وأحضري إلي أقرب الأقرباء من تقني المختبر. سأفعل. سيدفع كلوي ثمن هذا. هذا وعد مني. أنا هنا. ألديك ما تخبرينني به؟ لم أتمكن من الجلوس مكتوفة اليدين أمام ما فعله كلو. ما رأيته يفعل الحاجز الذي ذكره، لذا اخترقت اتصالاته. إنه يتحدث إلى الساينتست سوبريم مونيكا راباتشيني. أظن أنه علينا الاستماع إليهما، أليس كذلك؟ أوصلينا. أنا أراقب كل عمليات اليوليسيس. تقارير أتباعك مقلقة بعض الشيء. لقد دمرت موقعاً أثرياً، أليس هذا صحيحاً؟ كان
كان ذلك بمنزلة رسالة موجهة. باتت واكاندا تعلم أن إيم لن تتراجع حتى نحصل على الفايبرينيوم الذي نستحقه. واكاندا القديمة تعرف عن الفايبرينيوم أكثر من أي شخص في شركتي. ربما تكون بدأت لتوك مجهودات آلاف السنين المتمثلة في الأبحاث والتجارب بفعلتك. ربما أؤمن بقدرات إيم أكثر من أحشد جيشا لقتال غزو فضائي لا يعتقد أحد أننا سننجو منه. لا تهمني مشاكلك الأبوية بعد الآن. ماذا قلت أيتها؟ أنت مطرود حظا موفقا في حملتك ضد الفهد من دون حماية شركتي. يا رجال لقد تخلوا عنه، لكن لا يهم، سيذكر التاريخ المنتصرين. سنأخذ ما نستحقه لنداهم تلتا استخراج الفايبرينيوم. أخي التلة سيداهم التلة بالفعل. إنه متهور وغير محصن، إذن سنوقفه أنا والأفنجرز. أتمنى لا يجب أن يذهب موتهم هباء. أعدك